ونشوف هتعرفه ولا لا. الو، ازيك يا ايمن؟ يا مين؟ عامل ايه؟ اسهلها لك، كان في الدفاع، كان مدافع. كان بيلعب مين؟ بسهلها لك. طب قول قول الو تاني. ايه يا ايمن؟ ازيك يا سعد؟ سعد. تحياتي ليك يا كابتن سعد، وتحياتي الكابتن ايمن اشرف ليك. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ وبرحب بالكابتن ايمن، منور قناه الاهلي طبعا. انت اللي منور الدنيا كلها كابتن سعد، يعني ما شاء الله انت يعني ذكريات كتير مع ايمن اشرف، سواء في قطاع الناشئين او في استراحه الناشئين او في المنتخب او في الفريق الاول كمان. اه طبعا، ايمن من يعني يمكن ايمن من الناس اللي بقالنا مع بعض سنين كتير. حضرتك قلت في النادي، في القطاع او في الفريق الاول او في المنتخبات كلها، في الناشئين وفي منتخب الشباب والمنتخب الاول. ايمن من الناس اللي بينا وبعض عشره، وبعدين ايمن من الناس الرجاله جدا، وان شاء الله يعني اتمنى له التوفيق في كل حاجه يعني. طب ما تقول لنا كده الاسرار والذكريات مع ايمن اشرف. هو يقول لك بقى كابتن اسامه، هو لا يقول لك يعني. ده خلي بالك، احنا بس الثلاثه اللي سامعين بعض، ما حدش سامعنا دلوقتي على الهوا. هو يقول لك يمكن عايز يقطع فيا ولا حاجه. لا لا، ده هو دايما بيشد. انت مساك مصر طبعا. الاول يا ابني. لا، ايمن من الناس الرجاله والله كابتن اسامه، ومن اللعيبه اللي عندها قلب جامد جدا، ومن اللعيبه اللي الفتره اللي فاتت يعني بصراحه الموسم اللي فات الموسم ده عامل مجهود كبير جدا في الفرقه، ومن العوامل الاساسيه في الفرقه. يمكن في بعض الاوقات الناس بتبقى متحامله عليه شويه، لكن هو بصراحه من الناس اللي عندها قلب، ومن الناس المخلصه بشكل كبير جدا في الفرقه يعني. اتمنى له التوفيق، وان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا ويبقى مع زمايلنا نقدر يعمل حاجه كويسه ان شاء الله، ونفوز ببطوله افريقيا ان شاء الله. في تفاهم كبير ما بينك وبين ايمن اشرف لما بتلعبوا في اتنين مساكين يا سعد؟ اه طبعا، احنا لعبنا مع بعض كتير يا كابتن، زي ما بقول لك في المنتخبات واحنا صغيرين. ايمن لعب باك ليفت وهو صغير، بس كان بيلعب مساك برضه من زمان، فعنده خبره في المكان ده، يعرف يلعب ازاي ويعرف يتحرك ازاي. وبعدين اهم ميزه في ايمن، انا بقول دايما المدافع لازم يبقى مجتهد ومخلص، يعني يخلص للسيرد باك اللي جنبه وللفرقه، يتحمل مسؤوليه، ما يتهربش من المسؤوليه، ما يبيعش زميله، ودي اهم المواصفات اللي تبقى في المدافع عشان خاطر تقدر ان انت تخرج مش باك نظيفه في معظم المباريات اللي انت بتلعبها يعني. فايمن من النوعيه دي بصراحه. تمام، فرصة وانت معانا كابتن سعد، طمن جمهور النادي الاهلي.